وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. مين ذول اللي أقبل بعضهم على بعض يتساءلون؟ من يا أخوان؟ أهل الجنة. في الجنة أقبل بعضهم على بعض، كل واحد يسأل الثاني، يسألون أنفسهم إيش؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.